وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أيضا وقعت القافلة الطبية الكشف على ما يقرب من 1300 مواطن على مدار يومين بقرية أبو صوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمة تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل مجانا. احنا النهاردة بنقدم قافلة بالتنسيق مع حياة كريمة. القافلة بتشمل جميع التخصصات، الكشف والعلاج بالمجان، وفي حالة ان احنا بنحتاج مستوى اعلى ففي حالة للمستويات الاعلى زي مستشفى الجامعة او مجمع طبي.